السلام عليكم بناتي وأخواتي. بسم الله وعليه توكلت. أخواتي، في هذا الفيديو هذا غادي ندير معكم واحد الغريبة اللي كتسمى غريبة ديال القرقاع. أخواتي، كتجي هماوية وشي حاجة زوينة، من الحلويات المغربية البلدية. غادي نعطيكم المقادير إن شاء الله ديال نصف كيلو. انا راني دايره كميه لا باس بها. عندي كيلو لاروب ديال القرقاع او عين الجمل اللي هو هذا، وعندي هنايا عزلت المزيانين اللي غادي نديرهم في لا ديكوراسيون او في التزيين. عندي كيلو لاروب ديال اللوز اخواتي، وعندي جوج معالق ديال الكونفيتور السائل ديال الحلويات او نعوضوه بالجليكوز، وعندي جوج صاشيات ديال باني، عندي جوج صاشيات ديال الزهر الزهر ديال الليمون بنكهة الزهر، وعندي جوج خمارات غادي ندير وحده ومعلقه صغيره، ما غاديش نديرهم بجوج، وعندي المليحه ضروري كنسميو بيها، وعندي خمسة البيضات كندير فيهم. انا القياس اللي غادي ندير، انا غنعطيكم مقادير ديال نصف كيلو. انا عندي هنايا غندير جوج صفار وثلاثة بيضات، ثلاثة البيضات جوج صفار في هاد المقادير اللي غندير انا. وعندي نصف كيلو ديال سنيدة، السكر سنيدة، وعندي واحد ربع كاس، الربع ولا ما كاملش، المهم جوج معالق كبار عامرين ديال عصير الليمون او الحامض، وعندي كأس ديال الدقيق اخواتي، وعندي السكر غلاس ديال نوعية جيدة اللي غادي نفند به للتزيين في الاخر الحلوة منين غادي نفندها. غادي نعطيكم مقادير اخواتي ديال نصف كيلو. كناخدو نصف كيلو ديال القرقاع، ونصف كيلو ديال اللوز، مع معلقة كبيرة ديال الكونفيتور، مع جوج بيضات وواحد صفار، هادو في نص كيلو. وعندنا 250 غرام ديال سنيدة، وعندنا معلقة ديال عصير الليمون، وعندنا معلقة ديال الدقيق، معلقة كبيرة تكون سخية دقيق، وعندنا خمارة وحدة اخواتي، حيت حنايا هادي ما بغيناهاش تشتت لينا بزاف، لان غادي نضغطو منين غنحطو هادي للتزيين غادي نبركو عليها، غادي هي تشقق. وغادي تلاحظوا معايا واحد المسألة اللي هي مهمة في هاد الغريبة هادي، كيفاش كيلصق عليها السكر غلاس. فقط اخواتي غادي نشكركم المتتبعين الاوفياء ديالي والجداد والقدام، تنشكركم جزيل الشكر. عاونوني بليجيم اخواتي، وبارطاجيو مع العائله ومع الاصدقاء الى عجبكم المحتوى ديالي. طبعا هذا فضلا منكم وليس امرا. وغادي نتلاقاو ان شاء الله. دابا انا غادي نطحن هاد اللوز وغادي نهروش هاد الجوز، وغادي تشوفوا تابعوا معايا المراحل الاتيه. كما شفتوا اخواتي او كتشوفوا، هذا راه اللوز ديالي طحنته مزيان، هو هذا كتشوفوه طحنته مزيان، بعكس الجوز اللي هو هذا راني ما طحنتوش مزيان، غير هروشتو في الان دو طروا. هي هادي غادي نخلط انا كلشي، ها نتوما كتشوفوه راه ما عيم هروش، باش في التعليكه كنلقاو داك الجوز، ها نتوما كتشوفوه شتي راه ما يعني ما مطحونش مزيان كما اللوز. اللوز طحنتو مزيان بخلاف الجوز راني غير هروشتو، هانتوما كلشي كيبان قدامكم، ها هو كيبان قدامكم حرش.
انا غادي نخلط النواشف كل شيء في مره، الا هاد الخمارات هادو اللي غادي نخليهم ما غنديرهمش، لان خاصها ترتاح واحد 4 سوايع. اخواتي 4 سوايع، راني نقولها ونعاودها، 4 سوايع خاصها ترتاح على الاقل. والانسان اللي ما عنده الوقت ليها يخليها تبات، يصاوبها في الليل. هاد الحلويات البلديه كتبغي تبات. غادي نضيف هذاك الكاس ديال الدقيق، وغادي نضيف الملح، وغنزيد الساشيات جوج ديال الليمون ديال الزهر، زهرة البرتقال، الليمون اخواتي او زهرة وغادي ندير هذوك جوج الساشيات ديال الفاني. انا بغيتها تنس مزيان، اللي ما بغاش يدير هاد الفاني وهاد الالزه ديال الزهر يعوضهم اخواتي بمسكه حره. يعني هادو حلويات بلديه كتبقى كل واحد وكيفاش يدير. انا غادي نخلط الكل وغادي نتلاقى معكم في المرحله الاتيه ان شاء الله، باش ما يطواش ليا الفيديو. دابا غادي نزيد هذاك جوج معالق ديال ديال عصير الليمون او الحامض. غنزيد هذوك جوج معالق ديال الكونفيتور السائل، اي مربى عندكم. وغادي نضيف، انا غادي ندير هنايا 3 البيضات وجوج ديال الصفار، ضروري ستكون هذيك النقيطه ديال البيض. انا غادي ندير كل وحده بوحدها، ها جوج. غادي نضيف الثالثه. كاين بعض المرات كيكون البيض الا يكون كبير راه كيكفي، الا كان البيض صغير بحال هادو عندي انا راه هما غير مميان، ماشي كبار، ماشي كما اللي مولفه نخدم بهم. غادي نزيد جوج ديال الصفار بوحدو، الصفار بوحديتو هو، يا نخلي هذاك البيض. غادي نوريكم اشنو غادي ندير به هذاك البيض، والا خاصني شي شويه غادي نزيد. انا درت هذا الشيء هو اللي مولفه، كنعتمد في هاد الكميه هذه، ولكن انا مخليه البيض ديال البيض. ربما كاين البيض بعض المرات انا ما عابرهش، كاين بعض المرات كيكون البيض ماشي كبير كما قلت لكم. انا غادي نجمع بهذا القياس اللي قلت لكم، وغادي نشوف الى خاصني راه غادي نزيد ان شاء الله، لان خصنا نعجنوها مزيان مزيان. انا غادي ندلكها قدامكم ونتلاقاو في المرحله الاساسيه تشوفوني، لان خصني ندلكها مزيان اخواتي. انا نقولها ونعاود، خاصها تدلك مزيان، لان بغينا ديك سنيده تذوب في وسط هاد العناصر. غادي انا نستمر ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله الاتيه. كما شفتوا انا راه ما زدت لا بيض ديال البيض لا والو، درت هذيك الكميه اللي درت قدامكم، 3 البيضات وجوج ديال الصفار. انا غادي كنظن نقلبها بينات يديا، انا خصني تكون هي معلكه كتعلق في يديا، بصح هي كتعلق في يديا. ما غاديش نزيد لها اخواتي دابا حتى شي حاجه، يعني هذاك القياس اللي قلت لكم هو اللي كندير انا في كيلو لاروب ديال القرقاع، اللي هو الجوز، وكيلو لاروب ديال اللوز اخواتي. هي هذه درت فيهم، يعني نقولها ونعاود، 3 بيضات وجوج ديال الصفار البيض فقط، هادشي اللي درت. البياض ها هو باقي عندي،
هو هذا ديال جوج بيضات، غادي نتلاقاو في المرحلة الآتية إن شاء الله، وغادي نوريكم أشنو غادي ندير به. ها هو غادي نخليه حداه هنايا، غادي نغطي أنا دابا هاد الخليط ديالي، وغادي نخليه على الأقل واحد 4 سوايع، لأن خصني داك السكر يذوب هنايا. غادي نحط معاها الخمارات باش ما ننساهمش، غندير خمارة ومعلقة صغيرة فقط. نتلاقاو في المرحلة الآتية ديال التفنيد إن شاء الله. دابا أخواتي غادي تشوفوا معايا، بعد اللي دازت 4 ديال السوايع ضروري كنخليوها، غادي نضيف الخمارة ديالي. يعني درت خمارة وحده وغادي نزيد واحد المعلقه، وخليت قياس ديال المعلقه ها هو هنايا، ما غاديش نديرو السكر كلاصي هو هذا، راني غربلتو انتما كتشوفوه مغربل، كنديرو في شي اناء يكون عريض شويه باش نديو نجيبو الحلوه ديالنا. انا غادي نخلط هاد الخماره ونتلاقاو ان شاء الله. انا دابا دخلت ديك الخماره هنايا اللي درت خماره ومعلقه باش تعرفوها باللي راه يعني التعليكه ديالكم ديال غريبه الجوز مزيانه، هي منين كتبقاش تلصق لينا. ها انت راه شربات مابقاتش كتلصق ليا، ها انتما كتشوفوا مابقاتش تلصق في وسط الاناء. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد انا واحد شويه ديال البياض، البيض هذاك اللي قلت لكم خليت كندهن يديا بشويه ديال البيض. البيض اخواتي بغيت هذاك السكرو كلاص يلصق على الحلوه ديالي. غادي ناخد انا القياس، راه عندي عبار في يديا، غادي نديرو قياس ديال 16 غرام اخواتي. كاين اللي كيبغي يدير 20، انا غندير غير 16 غرام لانها غادي نزيد شويه ديال البياض البيض، لانها غادي تهز ليا السكر كلاصي ومازال غندير فوقها قرقاعه، غتولي عاطياني ديك 18 ديك 19 غرام، عاوتاني ما خصهاش تجي كبيره بزاف على هذا الشكل. وانايا كنبقى ندهن يدي ببياض البيض اخواتي، داكشي باش كيلصق لينا. انا العبارة قلت لكم في يدي، راه عندي الميزان، ولكني اخواتي راني الفيديوهات تيطوالو اكثر من 10 دقائق تيجيو بزاف. عاود ثاني كندير بياض البيض وكنمشي كنهز القياس ديال 16 غرام. انا العبارة عندي في يدي حيت دائما كنصاوبها، هو هذا القياس ديالها. كننشد ونبدا نغربل نغربل بحال هكذا بحال هكذا اخواتي، هانتوما كتشوفوا غادي تهز ليا يعني الغريبه ديالي مع داك بياض البيض، راها هي كتلبس بالسكرو كلاص هانتوما كتشوفوا. وغادي نحطها في اللاطه اللي غادي نطيب مع داك بياض البيض، راه السكرو كلاص كيلصق الراس وكياخد القياس بلا ما نزيد، كنبعد شي شويه وغادي نحطهم كاملين. انا اكتفيت بهاد الثلاثة اللي درت معاكم، غنحط هنا وغادي نجي لهاد النصف ديال القرقاعه، ضروري ما نديروه اخواتي في بياض البيض، وغادي نديرها من الفوق وغادي نضغط عليها هكذا. ها انتوما شفتوا، غنزيد عاوتاني ندير النص الاخر في بياض البيض وكنضغط، غادي نزيد ندير النص الاخر كنضغط بحال هكذا صافي. وهي راه خدات القياس ديالها ديال السكرو كلاص، ها انتما كما كتشوفوا هي هذه. وغادي نتلاقاو في المرحله الاخيره ان شاء الله تشوفوها جاهزه، هي هذه الحلوه ديالي اللي صاوبت معاكم. انا غادي نكمل ونتلاقاو تشوفوها جاهزه ان شاء الله. كما شفتوا اخواتي هذه هي الغريبه ديال القرقاع او ديال عين الجمل،
ولا الجوز هي هذه، يعني خليتها حتى بردت اخواتي، منين طيبوها خليوها حتى تبرد ما تخرجوهاش. انا طيبتها، سخنت الفران ونقصت منه 160 درجة، لكن كان سخون عاد دخلتها الطيب. هي دي هذه، غير شويه باش ما تخسرش لينا. وما هي طايبه من فوق ومن تحت، كتجي غزاله وتجي لذيذه وزوينه وهشيشه هشيشه وطريه. راه ما كنطيبهاش بزاف، انتم كتشوفوا التعليكه ديالها من داخل، كتجي ولا اروع. تمنيتكم تجربوها، وما تنساونيش من اللايك. لايك اخواتي، جزاكم الله عني الف خير. نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله.